أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء المرسلين وخاتمهم أجمعين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء معكم اليوم في موضوع تحت عنوان طريق التميز في طلب العلم. مرة يوذان دي ثمورة يجان اتفقن بأن طلب العلم ديجن مهمة أساسية، ديجن مهمة موكولة مرة واجبة على مرة المسلمين. ولكن من نخصة خاص نسيور نهارة هو من يتجان الإنسان يتسهلس إبريدن التعلم. مرة ويجان نتفق بأنه الأمور الحياة مرة تحتاج زي الإنسان أديري غاص العلم، يجن يسيا مثاون يخصيث العلم، يجن يتقار يضا يخصيث العلم، يجن غاص تعاونيا تربية المواشي يخصيث العلم. أي حاجة في الحياة إلا وتتع الزينغ أغان غيري يجن الثقافة علمية باش الحاجت اني يجان نوزو هتنخدم نوزو هذيس ننجح لابد يخصانغ أنسن الطريقة زي غاص غنوض. نهارا أنسور بأن طريق العلم أبريدن العلم لابد يخصيت شان تمسريين باش أخان غيهون. الإمام الشافعي رحمه الله تو غاسج العالم دمقران، عالم كبير غاسج الشأن، كان فقيها، كان محبا للطب، وكان محبا حتى بل ويمارس حتى الرياضة بالخصوص رياضة الرماية. يتشان يستوران خستنت مسرايين يجانت أساسية تعاونت الإنسان المسلم باش يتميز دي طلب العلم. من عنانت مسرايين قال الإمام الشافعي رحمه الله: لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ستنت مسرايين دي ذا الإمام الشافعي أن حاول نشين هنت نمزج أزي سنتن سقا خمسنت مسرايين يجن أساسية على طالب العلم ممش ما يجا يخص زي سنتيستان. وخمين قطلب العلم، قطلب العلم لا يقصد به ولا يعني العلم الشرعي فقط، وإنما أي علم يوزو غاس يوض الإنسان إلا ويخصي ذا يحتمد خستين تمسرايين باش أذي وفق الله سبحانه وتعالى. أول طريقة أو أول معين يتعاون طالب العلم ممش ديذا الإمام الشافعي رحمه الله هو الذكاء. لابد من الذكاء، فهو أول طريق للعلم أن يكون الإنسان متميز بذكاء. والذكاء ذي الموهبة ربانية يتشيت صدى بالعالمين العباد النس يخص بها ربعاد النوذان. وبالتالي خمين سوارخ الذكاء لا يعني أنه نوى غيجيب الموهبة الذكاء فإنه سيحرم من طلب العلم أو أنه لن وينجح شذي طلب العلم، ولكن وني غيجى الموهبة يا إخسى تستغل أحسن استغلال، وني غيجيشا إخسى دي عاوني في النص باش أذي يتدارك ميزي زي المواظبة والاستمرارية في طلب العلم. وأنه أثناء خميتي ريت تال العلم يخص الإنسان أغاسيري التركيز، ثم يطرد يتزرخ مرة الشواغل ذي القواطع، مرة من يتبدان جرجد طلب العلم يشغلش طلب العلم يخص الإنسان أذي ينصارف، فخص نتبعد أذي يركز العقل النص الدماغ النص إلا في طلب العلم. ومرة مستفق العلماء بأن التركيز هو أساس النجاح في كل شيء، مرن خصنا ننجح دي أي حاجة لابد ثم لابد ثم لابد من التركيز. معنى التركيز يعني رحشت أني العلم أني توزدود أتكتسب يخصى أذيس تركز. بالتالي نتفق بأن الذكاء يقصد به إقانة موهبة العقل ثم التركيز مرتغى يجل الإنسان غاس العقل عادي. النقطة الثانية يخفي يسور الإمام الشافعي هو الحرص والاجتهاد. العون صدى بالعالمين
يسنزلي تيدخ الإنسان ني يتجتهد دي أداء العمل نس يتجتهد في طلب علمه. الاجتهاد ثم الاجتهاد ثم الاجتهاد، وهذا الاجتهاد هو العامل المشترك ما ريسمونا العباقرة إذا غيزان ينجحن دي طلب العلم. منز مرنا في جن الإنسان يوض غيج المرتبة معينة ذي الحياة النس مرات غا وغاس بالتركيز مرا وغاس تغي عفوا بالحرص ثم الاجتهاد. الإمام مسلم رحمه الله يقارن غيج القول النس لا ينال العلم براحة الجسم، بالتالي يخص الإنسان يطلب العلم يوزن ديوض غيجن الهدف معين من وراء طلبه لذلك العلم يخصيث راحة الجسم وذا ستفشى يبريد يخصى الاجتهاد ثم العناء ثم الصهر وكثرة المواظبة على التركيز وعلى المراجعة ويتشاء الفرصة كثرة النوم يعني باش وخس يسعدو الفرص. فكذلك الإمام البخاري رحمه الله قرن ليس للحفظ دواء مثل مداومة النظر، إذا لابد الإنسان باش ينجح ذي طلب العلم النس يخص مداومة النظر في ذلك العلم يغيج غاس الغراض أغاس يو. ثم النقطة الثالثة وهي البلغة، من أساسيات من يتجان طالب العلم يتميز في طلب علمه هي البلغة. والبلغة من ناحية اللغوية يقصد بها 12 ثانية يتصرف الإنسان طالب العلم في سبيل طلب علمه، من زي الناي يتوسمى ذا المال، من زي صاغ الكتب الناس، من زي صاغ الأدوات الناس، من زي صاغ تسير الناس، من زي صاغ الملابس الناس، أي حاجة أي مقدار مال أي نفقة ينفقها طالب العلم في سبيل طلبه للعلم وإلا ويعتبر ويكتب له عند الله سبحانه وتعالى إنفاق في سبيل الله. سادتنا العلماء يوظن غمين غيوظن إلا بذلك الإنفاق، إلى درجة الإمام مالك رحمه الله تغى يوظ باش هذه الزنز في حنية يزيد غي سقف الدهنس في سبيل باش هذه طلب العلم. الإمام البخاري رحمه الله يضطر باش هذه الزنزار روض النص الى درجه تيجو ما يوزو هذه راح هذه حضا كيج المجلس علم ويفي بويا روض غياو يخص غيك. وبالتالي نشين ثاو النغط وما النغض اليوزان النغض في العصرين الحالي عاد ويز ما نضوض غا المرتبه يا انه اضطر الزنزن سقف نتو درينسن الزنزن روض نسن. ولكن الحمد لله مادام ان الخير كثير والخير واسع من الله سبحانه وتعالى ما على الانسان الا ان يستحضر الاخلاص وأن يستحضر وجه الله سبحانه وتعالى وغسير يجل اقتناع ذاتي أن طلبه للعلم كأنه يطلب ويسعى إلى الجنة ممش ذنغي قار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الأساس من السوارخ الإنفاق في سبيل طلب العلم، مرث صغير الكتاب فهو طلب علم، مرث توفرض يخفنش يعني المسكن باش تحط هو إنفاق في سبيل الله، أتخدصت التمنيات باش تحضى ذي جندورة كوينية مثلا باش زي ستعلم، فهو كله يدخل في باب الإنفاق في سبيل الله. ثم صحبة أستاذ، علاش الأستاذ؟ لأن الأستاذ هو يتري بمثابة الإنسان الذي يخكي تسهل العملية التعلم يتسارش العملية التعلم، لأن ذني شنت مسرين وذنيت الأستاذ إما أن يكون مباشر شنو المدرسة مثلا أو الجامع أو المسجد أو المعهد، وإما يتري عن طريق الأنترنت، إلا أن يخصن ونغفل شاد دور الأستاذ، دور توجيهي، دور تيسير العملية، يجن حاجة مروات تفهم تفذ الأستاذ أنت شي توجهن أنت ذا شي سفهمن وأنت ذا شي سشنن الأمور يخاكيوها. ثم طول الزمان، طول الزمان من بين الأساسيات المهمة
والتي يفتقدها شباب هذا العصر هو أنه تخصن دغيا ضوضن غا العلم، تخصن دغيا تكتسبن العلم، في حين أن طلب العلم باش نوض غا العلم لا بد من الصبر ثم الصبر ثم الصبر، لا بد من التضحية. وخير دليل على ذلك قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، حينما اشترط عليه إشاد خاص، يعني من بين الشروط خاص إشاد باش يتعلم هو الصبر، يعني إصباراس، ووعده بالصبر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. الطالب أو الطالبة عليه أن يتسلح بسلاح التركيز، أن يتسلح بسلاح الاجتهاد، أن يتسلح بسلاح المال والتضحية في سبيل طلب العلم، أن يتسلح بأدب التعلم وأدب الالتزام مع الأستاذ، ثم أن يلتزم بالصبر ثم الصبر ثم الصبر. وأقول قولي هذا، فاللهم اجعلنا من عبادك العالمين العاملين بما علموا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.